السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم مزيانين. ان شاء الله في هذا الفيديو بغيت نوريكم كيفاش غادي نلبس هذه الكوزه هذه بالعقيق. كيف ما كتشوفوا، يعني تقريبا الاغلب كيعرف كيفاش يخدم هذه الكوزه هذه، وان شاء الله انا غادي نوريكم كيفاش غادي نلبس فيها العقيق كامله، يعني الطريقه ديالي كيفاش غادي نلبس العقيق في الكوزه هذه. ثم بالنسبه للخيط اللي كنخدم به، الخيط ديال الطرز كنديرو على 4 ديال الشعرات هانتوما وتنخدم به، وكنخدم بالكروتين نمره رقم 12. وهنا عندي هذا العقيق، هذا غنحاول نبت به هنايا وندير الزواقه اللي بغيت. خليكم مع الطريقه. غادي نجيب الخيط على حسب اللون ديال هاد الزواقه هادي، او على حسب اللون ديال الثوب اللي غادي تخدموا به. مثلا انا غادي نخدمها في هاد القفطان هذا، يعني غنلصقها في هاد القفطان هذا. غنحتاج هاد اللون هنايا هذا، وغناخد هنايا البرا ديال العقيق هاد المدور هذا، وغادي ندير هنايا الخيط على جوج ديال الشعرات بحال هكا، وغنجي لهاد الكوزه كيف ما كتشوفوا، غنجي للوجه ديالها هكا. المهم غادي نقلبها وغنجي لهنا لاي بلاصه وغنثبت هاد الخيط. غادي نحاول نثبته هنايا مزيان، كيف ما كتشوفوا. من بعد ما ثبت هنايا الخيط مزيان، غنحاول نشد هاد البرا هكا ونخشيها وسط الخدمه هنا حتى نوصل للبلاصه اللي غنبدا فيها، اللي غنبدا نبت فيها. كيف ما كتشوفوا هذا الظهر ديال الخدمه، دابا هانتوما خشيت هنايا البرا باش غادي نرجعها على الوجه ديال الخدمه. كيف ما كتشوفوا بحال هكا هانتوما. دابا انا هنا غنجيب العقيق، يعني العقيق كيبقى على حسب الاختيار. غناخد هذا اللون، هذا اللون هذا الموف هانتوما بحال هكا. كيف ما كتشوفوا هانتوما، كيف ما كتشوفوا. من بعد ما درت الخيط هنايا ودرت واحد العقيقه ها هي، دابا غنشد الخيط غنخشيه في هاد البلاصه هنا بحال هكا، ونعاود نخرجو من التحت هانتوما. كيف ما كتشوفوا خرجت الخيط من التحت بحال هكا، دابا غنعاود نخرجو من هنا من هاد البلاصه كيف ما كتشوفوا، ونخرجوا من هاد البره هنايا هكا، ونعاود نخرجوا من التحت بحال هكا هانتوما. نخشي هنايا بشويه ونخرجوا من هاد البلاصه هنايا. كذلك نفس الخدمه غنعاودها. انا غنمشي بالخدمه بالطول هكا، وبالنسبه للزواق نتوما كتختاروا اللي بغيتوا. ممكن تمشيو هكا بالطول، ممكن العرض، على حساب. كذلك هنا نتوما نخشيو الخيط هنا بحال هكا ونخرجوه من هاد البلاصه هنا بحال هكا. ما حدنا كنخدمو والخدمه هاد العقيق كنثبتوه بايدينا بحال هكا باش كتجينا الخدمه مقاده بحال هكا.
ذلك نخشي الخيط من هنا ونبقى غادي بنفس الطريقة. كيف ما كتشوفوا، المهم انا نبقى غادي بنفس الطريقة كيف ما قلت لكم، انا نبقى غادي طالعة بالخدمة هكا. ونتوما الا بغيتو مثلا تصغيروها تمشوا هكا بالطول او بالعرض، يعني كيبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد. المهم انا نكمل ونرجع معاكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا نبت، يعني هاد العقيق نبت هنايا، نتوما شوفوا كيفاش كيجي، ومن هنا من اللور كيفاش كيجي. المهم انا غنبقى غادي بنفس الطريقه حتى نكمل هاد الجوزه ديالي كامله، عفوا هاد ال عفوا الجوزه نكملها كامله، نكملها يعني نبتها كامله بالعقيق، ونرجع معكم ونوريكم الشكل النهائي. هانتوما بنبات، ما كملت هاد البنبات، البنبات هانتوما الخدمه كتجيني بهاد الطريقه هادي، هانتوما كتجي بحال الراندا. الشكل ديالها تيجي زوين صراحة. وبالنسبة كيف ما قلت لكم هنايا الالوان ديال العقيق كيبقاو على حسب الاختيار ديال كل واحد. انا نبتات لهنايا هاد البلايص ما نبتهمش، صافي اكتفيت بهذا القدر هذا. هانتوما بحال هكا، المهم هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الكوزه هادي. كنتمنى تعجبكم، وان شاء الله في الفيديو الجاي الماجي غادي نخدم معكم شكل جديد. المهم تتمة ديال هاد الخدمة هادي، وكنتمنى تعجبكم، والسلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله.